جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول لدينا شغالة غير مسلمة وعلمتها الإسلام ورغبتها فيه، ثم قامت بالصلاة والصيام على أحسن وجه، ماذا أفعل بعد ذلك؟ وكتبت لها بعض السور الصغيرة في لغتها لكي تحفظها، هل علي إثم في ذلك أيضا؟ جزاكم الله خيرا. أحسنت في دعوتك هذه المرأة إلى الإسلام وأنها استجابت لذلك، لكن لا تدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم بالإتيان ببقية أركان الإسلام كالصلوات الخمس، صيام رمضان والحج إذا استطاعت إليه سبيلا، وإذا كان عندها مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول تزكيه. الحاصل أن الكافر يدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك يؤدي ما أوجب الله عليه من فرائض الإسلام. فأنت أحسنت في دعوة هذه المرأة وأنها استجابت، لكن لا بد من نطقها بالشهادتين. وأما قولك إنك كتبت لها سورا من القرآن بلغتها، فهذا لا يمكن أن يكتب القرآن بلغة أخرى غير العربية، لأن الله أنزله بالعربية، ولا يمكن أن يؤتى بلفظ من اللغات الأخرى تقوم مقام اللغة العربية في الإعجاز والأسلوب. إنما الذي يجوز أن يكتب باللغة الأجنبية تفسير القرآن، تفسير القرآن ومعنى القرآن يكتب بلغة أخرى، أما نص القرآن ولفظ القرآن فلا يجوز أن يكتب بأي لغة من اللغات إلا اللغة العربية التي نزل بها. نعم.